توكل على الله. طيب بدايتنا ان شاء الله هتكون الميكروبيولوجي البكتيريا، عشان نعرف بس ايه في البدايه البكتيريا لازم نتكلم عن حاجه اسمها الكلاسيفيكيشن. عندنا البكتيريا تو بيج جروب بنتكلم عنها، تمام، اللي هي الكوكاي والباسيلاي. تمام، معنى كلمه كوكاي في البدايه كده اصلا يعني ايه كوكاي؟ يعني انا بتكلم عن سايكل كده او عن دواير. تمام، هي كلمه كوكاي اصلا كلمة كوكاي أصلا بتعني دوائر، اللي عكسها بس الله اللي هنعرف إن هي عبارة عن عصيان كده، هتكون عبارة عن عصيان باختلاف أشكالها، يعني ممكن تكون كيرفت، ممكن يكون سبايرال، ممكن يكون أيا كان. يعني هنعرف دلوقتي إيه اللي قدام شوية، هنعرف إيه الكوكاي والباسل. تمام، طيب عندنا هنبدا لما هناخد الكلاسيفيكيشن ننزل كده كابروتش تحت، هناخد ان الكوكاي في منها جرام بوزيتيف وفي منها جرام نيجاتيف. تمام، وعلى اي اساس بنبني كلامنا كجرام بوزيتيف ونيجاتيف؟ احنا بنبني كلامنا على اساس ان الكوكاي في منها كوكاي بتقبل الصبغه او بتحول الى اللون البلو، تمام، بنسميها جرام بوزيتيف كوكاي، وفي واحده منها بتكون نيجاتيف او بتبقى عباره عن دوائر باللون الاحمر، اللون الريد او اللون الاحمر. تمام، طيب هنيجي دلوقتي لما نتكلم هناخد النهارده نوع من انواع الجرام بوزيتيف كوكاي اللي هي هتكون ان شاء الله الاستافيلو. تمام، هتكون الاستافيلو، بس نعرف بس مبدئيا انه عندي في جرام بوزيتيف كوكاي وجرام نيجاتيف. الجرام نيجاتيف اللي هي الجونوريا او اللي هي النيزيريا جونوريا، سواء جونوريا او مننجايتس، هنعرفهم كنوعين. عندي تحت البوزيتيف استافيلو وستريبتو انتيرو، استافيلو وستريبتو وانتيرو، وادي نوعين كده هنتكلم عنهم ان شاء الله اللي هم مين؟ الاستافيلو والستريبتو، دول اللي هيكونوا التو بكتيريا الكبار كده، اللي لو خلصت منهم في الاول كده هتلاقي نفسك ان انت بتجاوب اسئله كتير جدا في الكروك. تمام؟ طيب فعندي في الاستافيلو هنلاقي انه في ستاف اوريوس وابيدرميدس وسابروفيتيكوس، دول ثلاث انواع تحت الاستافيلو. في عندي اربع انواع تحت الستريبتو، بايوجينس واجالاكتيا ونيمونيا وفيريدانت. بايوجينس واجالاكتيا ونيمونيا وفيريدانت. قبل ما ندخل على الستاف، في نوع انا ذكرته كده تحت الجرام بوزيتيف، النوع الثالث منها اللي هو مين؟ اللي هو الانتيرو كوكاي. انتيرو كوكاي علشان نخلص منه، مش هنتكلم عليه تاني على فكره، وهو نوع يعني سهل جدا كده، بنقول ان هو بس بيكون موجود في الانتستاينال تراكت اصلا كنورمال موجود يعني عندي. تمام، بينزل عندي في الاستول، بينزل في الاستول، بيعمل حاجه اسمها سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. ماشي، يعني هو موجود نورمالي، اي حاجه يا شباب موجوده نورمالي عندي كبكتيريا بتسبب المرض لما الاميون سيستم يكون ايه؟ يكون ويك او يكون ضعيف يعني. ماشي، طيب عندي الانتيرو كوكاي بنستخدمها از انديكيتور. زمان لما يعني الناس كان لسه الكونتريز مش ديفلوبد كفايه، او ما فيش اللي هي الميه اللي بتكون الميه المفلتر او غيرها، وخصوصا حتى حاليا يعني في الاماكن او العشوائيات المياه الراكده بيستخدموا البكتيريا دي كانديكيتور. يعني ايه؟ كمثال بسيط كده جدا، يعني مثلا لو الميه دي فيها ثلاث بكتيريات مثلا كمثال، احنا بنبسط الامور يعني، ثلاث بكتيريات يبقى الميه دي غير صالحه للشرب، لو فيها اقل من ثلاث بكتيريات يبقى هي ينفع ان احنا نشرب منها، فنستخدمها كانديكيتور للووتر بولوشن. تمام، ده المجمل عن الانتيروكوكاي. ماشي، اي بكتيريا لتحت بقى الكورس بتاعنا، اي بكتيريا لتحت كمايكروبيولوجي هنتكلم عن ثمان حاجات: مورفولوجي، الا وهو شكل البكتيريا. تمام، شكل البكتيريا بنشوفه ازاي. تمام، كلتشرنج دي الزراعه، بنزرع البكتيريا على ويتش اجار ويظهر اللون معايا. بايوكيميكال دي الانزيم، الانزيم اللي هي موجوده جوه البكتيريا. هنعرف دلوقتي مثلا انه الاستاف لها اسم، هقول لكم سموها اسم ثاني اللي هي كاتاليز بوزيتيف، اسم ثاني كده يعني، لو حد قال لك الاستاف ايه اسمها الثاني قول له كاتاليز بوزيتيف عشان تفتكروا دايما. فيرولانس فاكتور، ودي الاسلحه بتاعت البكتيريا، والديزيز اللي بتعملها بالفيرولانس فاكتور، دياجنوزيس تشخيص البكتيريا شخصها ازاي، وهنعرف برضو في بروتوكول حلو جدا كده هنمشي عليه للدياجنوز او للتشخيص. بريفنشن ازاي نعمل حمايه من البكتيريا دي، وازاي لو واحد اتصاب خلاص والحمايه ما نفعتش ازاي نعمل له تريتمنت او نعالجه. تمام، نبدا على طول كده في الاستاف، استافيلو كوكاي. الاستافيلوكوكس علشان نخلص من ثلاث عناوين كبار فيها كده او اربع عناوين كده، ثلاث عناوين هم حقيقه، لانه الباثوجينيسيتي دي حاجه مش من ضمن العناوين بتاعتنا. كمورفولوجي وكلتشر وبايوكيميكال رياكشن هنعمل جدول مقارنه ما بين الاستاف اوريوس والابيديرميدس والسابروفيتيكوس.
فالمورفولوجي بتاعهم كلهم واحد، المورفولوجي بتاعهم كلهم واحد. انا دلوقتي بتكلم عن المورفولوجي اوف ستافيلوكوكاي، هم كلهم جرام بوزيتيف زي ما اتفقنا فوق. اهو هنرجع تاني، جرام بوزيتيف تمام. هم كوكاي ولا باسيل لاي؟ احنا قلنا بنتكلم عن الكوكاي، لسه ما دخلناش في الباسيل لاي اصلا تمام. فهم جرام بوزيتيف كوكاي ارينجد ان جريت لايت كلاستر. يعني ايه كلاستر؟ مين يعرف معنى كلمه كلاستر دي؟ يعني عناجيد، صح كده؟ عناجيد يعني عارفين عن عنقود العدم، نفس الفكره كده تمام. اوريكم صوره هنا نشوفها دلوقتي. الستاف والستريبتو مش عارف هي راحت فين. عموما يعني احنا هنشوفها حتى في الاسئله بعد كده، ممكن نشوفها في ممكن نشوفها في الاسئله اللي قدام. طيب فالستاف هي عباره عن عقيد، والستريبتو بتكون تشين عشان نعرفها. بس ادي الفرق ما بين تشين، الستريبتو دي قدام مش دلوقتي، انا بتكلم على الستريبتو بتكون سلسله، لكن دي بتكون كلاستر او عناقيد شبه عنقود العنب يعني تمام. طيب يعني ما فيش فرق لحد دلوقتي في المورفولوجي تمام. امال الكالتشر بقى هو اللي بيبين لي الفرق هنا. دول لما بزرعهم على نيوترينت اجار، انا عندي ثلاثة اجار بزرع عليهم الستاف. لما بزرع الاوريوس، وهي اللي هنتكلم عنها كمان على فكره، يعني دلوقتي هنمسك الامراض والدنيا دي هتكون عن الاوريوس تمام. لما بتكلم عن الاوريوس بزرعها عن نيوترينت اجار، بتديني جولدن يلو، اللون اللي بيظهر عن نيوترينت اجار جولدن يلو او اصفر ذهبي تمام. على البلاد اجار بتعمل بيتا، بيتا وليس بيتر، بيتا هيموليزيس، اللي هو بيكون كومبليت هيموليزيس، يعني كل الدم اللي هناك بيحصل فيه هيموليزيس او بيتكسر الار بي سيز. على المانيتول بتعمل فيرمنتيشن او تخمر. شوفوا بقى عكسها هنا ايه، او مختلفه معاها الابيديرميدس والسابريفوتيكوس. هنا جرام بوزيتيف كوكاي مورفولوجي، او عفوا بنتكلم على الكالتشر، بيكون وايت اجار وليس جولدن يولو عن نيوتريانت، بيكون نو هيموليزيس اللي بنسميها جاما، اللي بنسميها ايه جاما تمام. ما فيش فيرمنتيشن عشان كده بتديني بينك كولوني تمام، عشان كده بتديني ايه بينك كولوني، لكن هنا المفروض بتديني يلو كولوني تمام. طيب بايوكيميكال رياكشن، الاسم الثاني اللي سميناه من شويه يا همسه لمين؟ اللي سميناه من شويه للستاف اللي هي مين؟ كاتاليز بوزيتيف تمام جدا. كاتاليز بوزيتيف يعني كل الستاف، انا قلت لكم الاسم الثاني للستاف ما حددتش، يعني كل الستاف هتكون كاتاليز بوزيتيف تمام. تعالوا بقى الاوريوس اللي هنتكلم عنها بالتفصيل، واللي عايزكم ما تنسوش الانزيم ده ابدا. الانزيم ده هو السر في الكروك، هو السر في حل اسئله الكروك الخاصه بالستاف اللي هو الكواجوليز. هتشوف يا ابني كلمه كواجوليز تختار الستاف وانت مغمض، الستاف مين؟ ها الستاف اوريوس. ما تبصش على حاجه بتاني بقى، لو لقيت ان الكواجوليز ده بوزيتيف في السؤال، حتى لو سؤال باثولوجي اختاروا ايه؟ اختاروا برضه ستاف تمام. فهنا الستاف بتكون بوزيتيف جاست في الاوريوس، لكن نيجاتيف في مين؟ في الاثنين التانيين، سواء ايبيديرميدس او سابيفوتيكوس. بنقول انه الاوريوس بتكون باثوجينيك، الاوريوس بتكون ايه؟ بتكون باثوجينيك، ولكن الابيديرميدس والسابروفيتيكوس بتكون اوبورتيونستيك. ويعني ايه يا خالي دي الاوبورتيونستيك انفكشن؟ دي الانفكشن اللي بتستغل الشخص اللي هو بيكون اميونو كومبرومايزد. يعني ايه؟ يعني لو واحد الاميون سيستم بتاعه كويس قوي، لو الانفكشن دي دخلت مش هتسبب له امراض، تسبب امراض لمين؟ للناس اللي عندها مثلا اتش اي في تمام؟ للناس اللي بنقول عليها اميونو كومبرومايزد بيشنت. خلصنا الثلاث عناوين، مورفولوجي كلتشر بايوكيميكال تمام. ندخل على مين؟ العنوان الرابع فيرولانس فاكتور، الاسلحه اللي البكتيريا بتستخدمها، الاسلحه اللي البكتيريا بتستخدمها، او مش بس اسلحه بتستخدمها كهجوم، حتى كدفاع الحصون بتاعتها بقى تمام. فانا عندي انتيجينيك ستراكشر، وعندي انزيم، وعندي توكسين، ثلاث حاجات هنتكلم اولموست عنهم في كل بكتيريا تمام. اللي قدام هنلاقي انه في بكتيريات بنتكلم عن حاجات بسيطه فيها، لكن دلوقتي احنا بنفصل في البكتيريات المهمه جدا. انتيجينيك ستراكشر بروتين A، واللي بيختلف لما نتكلم على الستريبتو بروتين M، هنلاقي هناك بروتين اسمه بروتين M تمام، اللي هو اللي بيعمل مايميريك، حاجه اسمها مايميريك مهمه جدا ليكم بعد كده في الروماتولوجي، وهنفهمها في الستريبتو تمام. فهنا الانتيجينيك ستراكشر بتاعها بيكون البروتين A، واللي بيعمل ايه البروتين A؟ يعني ايه بيدافع عن البكتيريا دي ازاي؟ بيعمل بايند لحاجه اسمها الكومبلمنت سيستم. مين يعرف الكومبلمنت سيستم؟ ها الكومبلمنت او الكومبلكس تمام. فبيعمل بريفنت عموما للكومبلمنت اكتيفيشن، فبالتالي بيخفض الاميونيتي او بيهرب من الاميونيتي تمام، بيعمل اسكيب للكومبلمنت سيستم. برضه بيعمل بايند للماكروفيجز، ويعمل بريفنت لحاجه اسمها فاجوسايتوزيس. فاكرين الفاجوسايتوزيس؟
لما تمسك البكتيريا كده هنا في النص الفاجوسايت وتبتلعها وتدمرها جوه بفعل الانزيمات اللي فيها، فبرضه بيعمل لها بريفنت. تمام. طيب تيكويك اسيد، وده بيعمل ادهيرنس للميكوزال سيرفيس، يعني بيمسك في المكان اللي هو هتعمل الاستاف فيه الانفكشن. دول كانوا عباره عن تو انتيجينيك ستراكشر. في عندي ثلاثه انزيم، ولحسن الحظ الثلاثه الانزيم بحرف السي، كاتاليز كواجوليز، وفي حاجه هنقول عليها اسمها كلامبنج فاكتور. كاتاليز كواجوليز وكلامبنج فاكتور. الكاتاليز بيعمل ايه؟ بيعمل ديجريد لحاجه اسمها السوبر اوكسايد او الاتش 2 او 2 اللي هو يعتبر مايكروبيوسيديال. فالفكره برضو كلها ان الانزيم ده بيقلل الاميونيتي، بيقلل ايه؟ بيقلل الفاجوسيتيك ابيليتي انها تقتل البكتيريا. تمام. طيب الكواجوليز، وده المهم واللي عايزكم تركزوا عليه، بص كده يا سيدي، الكواجوليز حتى هيفرج لي عن الستريبتو عشان ما فيهاش كواجوليز، فيها انزيم تاني اسمه ستريبتولايزين هنتكلم عنه قدام. ها الكواجوليز ده بيعمل ايه؟ بيخلي الانفكشن مالها يا همسه؟ بيخلي الانفكشن لوكالايزد. يعني ايه لوكالايزد؟ يعني في مكان واحد. بصوا كده، عشان كده بقول ان الستاف اوريوس بتعمل الابسس او الخراج، لكن عفوا الستريبتو بتعمل حاجه مثلا اسمها سيلولايتس، بتعمل ديفيوز انفكشن. وهوريكم صوره للسيلولايتس اللي هي بتكون القدم او الساق كده كلها محمره وفيها التهابات وفيها الانفكشن دي. لكن شايفين هنا حته خراج كده صغير جدا بيجي تحت الجلد، معمول بواسطه من دفاع البكتيريا اللي هي الستاف اوريوس. ايه اللي خلى الانفكشن لوكاليزد؟ الكواجوليز ده بيعمل ايه؟ بيعمل كواجوليشن حوالين الانفكشن كده، وبيجي شويه فيبرين، يجي شويه فيبرين يطول الانفكشن ده كده هنا. تمام. فيخلي لي الانفكشن مالها لوكاليزد في مكان واحد، البكتيريا مع السيل الميته اللي هي الاميون سيل مع شويه انفلتريشن كده للسيل دي اللي هي الاميون سيل برضه، بيكونوا متجمعين كلهم في مكان واحد اسمه الخراج بالعربي او الابسس. تمام. فهو بيعمل فورميشن اوف وول، اللي هو مين اللي بيعمله؟ الكواجوليز انزيم. تمام. طيب مهم جدا الكواجوليز انزيم. نفس الفكره الكلامبنج فاكتور هنلاقيها ريسبونسبل للادهيرنس، بس ادهيرنس لمين بقى؟ هل ادهيرنس للهوست او للشخص اللي رايح اعمل له انفكشن؟ لا، انه الاورجانيزم ذات نفسها، البكتيريا ذات نفسها بتمسك في بعضها. تمام. ثلاثه انزيم بحرف السي، كاتاليز كواجوليز كلامبنج فاكتور. طيب عندي برضو توكسين، وهم التوكسين اكتر من ثلاثه، ولكن جبت لكم ثلاثه عشان بس ايه ما يبقاش في لخبطه ولا حاجه، هم الاثنين التانيين برضو مش مهمين قوي، احنا عايزين نركز بس على ثلاث توكسين الموجودين معانا. التلات توكسين الموجودين معانا حاجه اسمها ايبيديرموليتيك توكسين، وده بيعتبر اكزوفلياتيك توكسين. بيعمل ستافيلوكوكال سكيلد سكين سندروم، بسميها ال4S ستافيلوكوكال سكيلد سكين سندروم. لو شفتوا صوره للستافيلوكوكال سكيلد سكين سندروم هتلاقوا البيبي كده وشه ايه؟ وشه فيه بعض القشور كده، يعني هو من الاخر كده بيعمل اكزوفليشن او بيدمر الطبقه اللي هي بتاعت السكين بتاعت البيبي، دايما ما بتيجي للبيبي يعني. طيب توكسين تاني لاحظوا ان انا هتكلم، اتفضل يا همسه. ممكن نشوف صوره بعد اذنك؟ نشوف. حاضر صوره، احنا نشوف صوره ممكن على الانترنت. تمام. يعني اوريكم صوره انا دلوقتي. ماشي. طيب ممكن نشوف الصوره دي سريعا كده من هنا. السكرين بدأت تظهر، بصوا كده. ايوه يا دكتور. ستافيلوكوكال سكين سندروم، ده شكل البيبي بيكون اللي عنده ال4S. تمام. ده شكل البيبي بيكون عنده ال4S. تمام. طيب كده عندنا ايه؟ عندنا ال4S اللي بيعملها الستافيلوكوكاي بفعل انزيم اسمه الابيدرموليتيك عفوا، بفعل توكسين اسمه ابيدرموليتيك توكسين. تمام. طيب عندي توكسين تاني اسمه التوكسيك شوك سندروم توكسين، وده بيعمل حاجه اسمها توكسيك شوك سندروم. لاحظوا تركيز معايا، ليه تركيز؟ لان انا الامراض اللي بقولهم بيعملهم هنا هعيدهم في الامراض تحت في التوكسوجينيك ستافيلوكوكال ديزيز. تمام. فعندي توكسيك شوك سندروم بيعمل حاجه اسمها توكسين، بيعمل حاجه اسمها توكسيك شوك سندروم، اللي هو بيكون عباره عن حراره مع طفح جلدي مع شوك. ايه الشوك؟ ديكريز في البلاد بريشر، تلاقي البلاد بريشر كام؟ 90 على 60 مثلا، ماشي؟ فتلاقيه قليل جدا يعني.
ال وممكن بعد كده يعمل ايه، يعمل بقى مالتي سيستم انفولفمنت ويؤدي الى الدس في النهايه. انتيروتوكسين اللي بيعمل حاجه اسمها فود بويزنينج. تمام، طيب ندخل بقى على الامراض اللي بتعملها الاستافيلوكوكس. عندي الامراض بقسمها لكذا كذا نوع من الامراض او كذا تايب من الامراض. التوكسوجينيك اللي بيسببها التوكسين، الفود بويزنينج، تمام، الهوسبيتال اكوايرد دكتور، الصوت عندك اختفى، مش عارفة لو ممكن تسمعنا ولا لأ. ثواني يا دكتور، هو بس بيعمل ريكونكت من الداخل. تمام، هنكمل زي ما احنا قلنا للسكرين، بس هشير لكم السكرين. مش عارف لو حد بتصادف نفس المشكله دي في الزوم، ان هو يفصل صوت مره واحده كده. طيب التوكسيك شوك سندروم اللي بيعملها توكسيك شوك سندروم توكسين، فدول اللي بيعملهم ايه؟ التوكسينز. ماشي، طيب عندي بعد كده فود بويزنينج. فود ايه؟ فود بويزنينج اللي بيعملها باي انتيرو توكسين برضو. تمام، غالبا ما بتكون حتى بتيجي ايه، ان نلاقي البكتيريا دي تيجي من الفود اللي هو ريتش ان كربوهيدرات. هي الوجبه اللي ريتش ان كربوهيدرات يا مصريين؟ الكشري، صح، اكتر وجبه ريتش، هتلاقي فيها كل انواع الكربوهيدرات. تمام، سيمتوم هيجيب نوزيا، فوميتنج، تو سيمتوم اللي ما بيستغنوش عن بعض دول، ووتري دياريا، مش هيكون في فيفر لانه ده عباره عن توكسين وليس البكتيريا دخلت، البكتيريا دخلت البلاد يعني. تمام، عندي هوسبيتال اكوايرد انفكشن، والهوسبيتال اكوايرد انفكشن دي هنتكلم عنها في بكتيريا تاني بتكون اقوى من كده، كمان بتكون اقوى من الاستاف، اللي هي الاسم الثاني ليها نوزوكوميال انفكشن. يعني الاسم الثاني للهوسبيتال اكوايرد انفكشن نوزوكوميال انفكشن، اللي هي العدوى اللي بتيجي في المستشفى. العدوى دي بقى مقاومه للحاجات اللي هي ديس انفكتنت والحاجات اللي بنقتل بها البكتيريا، زي مثلا المقهرات وغيرها. يعني الديتول، عارفين الديتول بيقتل 99.9 لكن ما يقتلش الهوسبيتال اكوايرد انفكشن. تمام، عندي فاينالي بايوجينيك انفكشن، واللي بتعمل اي حاجه فيها السوبريشن او اي حاجه فيها الباس، فهي بتعمل الابسيسز، بتعمل حاجه اسمها فوليكولايتس، بتعمل حاجه اسمها الابسيس او الفراج يعني. تمام، ثم بعد كده ممكن تعمل بكتيريميا، ان البكتيريا تبقى موجوده في البلاد، سيبتسيميا واللي هو تعفن الدم، وبعد كده ممكن كمان ديب ليجن، ان البكتيريا ما تكتفيش كمان بوجودها في البلاد وبس، ممكن كمان بتدخل على القلب وتعمل او البون وتعمل اوستيومايلايتس البون مارو، ثم عضلات القلب وتعمل اندوكاردايتس، ممكن كمان تدخل المينينجس وتعمل المينينجايتس او الالتهابات. فين؟ ها، الالتهابات في المينينجس. ازاي بنعمل دياجنوزز للبكتيريا دي او للستاف اوريوس؟ وخلي بالكم انه ده البروتوكول اللي هتمشوا عليه في اي بكتيريا. تمام، ها، لما بنتسال في الميكروبيولوجي خصوصا ككورس ثالث، انتوا دلوقتي عندكم البكتيريا في الجامعه، لما بنتسال في الميكروبيولوجي حاول كده ايه، حاول تقول اي حاجه من دول وشوف الليجن بيكون موجود فين. مثلا لو تكلمنا مثلا على السبيسيمن، شوف لي الليجن بتكون موجوده فين، وقول للدكتور ان انا هاخد سبيسيمن واخد عينه من الليجن دي واحطها على السبيسيمن واشوف بقى عشان اشوف ويتش بكتيريا. تمام، فهنا الليجن بتاعي موجود فين. مثلا ها، لو هي عملت مثلا نيمونيا، مثلا الليجن بتاعي عباره عن ابسس، فانا باخد العينه من الابسس ده ونعمل ونحط على السبيسيمين. لو مثلا دي امثله ثانيه خارج، مثلا ها، لو هي فود بويزنج في الموجوده معانا ناخد العينه كبلط، لو هي نيمونيا ناخد السبيوتم، لو هي مننجايتس ناخد السيريبرو سباينال فلويد، السائل اللي هو في النخاع الشوكي. تمام،
او سائل اللي هو بيحوط السباينال كورد في المينينجز يعني سيربرو سباينال فلويد. تمام. طيب عندي بعد كده دايركت سمير واللي هي هتكون عباره عن المورفولوجي. ها في حد لسه ما يعرفش المورفولوجي بتاعت الاستاف؟ جرام بوزيتيف كوكاي ارينجد ان جريب لايك كلاستر. يعني ايه كلاستر؟ تاني كلاستر عناقيد. تمام. عنقوديه بنسميها حتى الاسم بتاعها بعد كده بالعربي هيقول لك ده عنده بكتيريا عنقوديه. تمام. دايركت ديتكشن يعني ان احنا بندور على يا اما الانتيجين بتاع البكتيريا ده طبعا فيري رابيد بنعمله قبل الكالتشر كمان بواسطه الاميونوفلوريسانس او ممكن ندور على النيوكليار اسيد بواسطه البي سي ار. تمام. كالتشرنج وبيتهيأ لي ملوش لزوم اتكلم على الكالتشر. طب مين كده فاكر الكالتشر؟ كان عندنا ثلاثه ميديا صح؟ النيوتريانت والبلاد وبنعمل اللي هو الفيرمنتيشن. تمام. على المانيتول سولت اجار. تمام. كنا قلنا واحده منهم تعمل فيرمنتيشن والثانيه ما فيش. المهم نعمل ريفيجن للنقطه دي يعني علشان نعرف الكالتشر بتاع الاورجانيزم. في بعد كده ايدنتيفيكيشن واللي هي بنشوف الاورجانيزم بيأبير الكولونيز بتاعته يعني بتأبير. فده بيكون ايه؟ ده بيكون عباره عن بيطول يعني حاجه بتتم للكالتشر او بعد الكالتشر بنشوف الكولونيز بتاعها. اللي يهمنا برضو انه البايوكيميكال رياكشن نفرق ما بين الكاتاليز والكوابوليز ما بين طبعا الاستاف وانواعها. يعني الكاتاليز ده يوضح لي انه دي ايه همسه ها انه دي ستاف لكن الكوابوليز يوضح لي ويتش تايب اوف ستاف صح؟ هل هي اوريوس الباثوجينيك 1 ولا هل هي نوع من انواع النون باثوجينيك. تمام. عندي بعد كده سيرولوجيكال رياكشن واللي حقيقه السيرولوجيكال اكشن دي من اكتر المصايب كده اللي بتخلي الطالب يتلخبط جدا وخصوصا في اسئله الكروب. فاحنا ان شاء الله خلال الاسئله هنتكلم عن سيرولوجيكال رياكشن لكل بكتيريا وخلال كمان خلال الشرح هناخد كام تايب منهم لكن خلال الاسئله هيكون افضل علشان نفرج ما بينهم واخليكم تعلموا ايه تعلموا كل سيرولوجيكال رياكشن البكتيريا بتاعته. فاحنا عموما يعني ايه سيرولوجيكال اكشن؟ بندور على الانتي بودي اللي اتكونت هنا في الديتكشن دايركت ديتكشن بندور على الانتيجين بالاميونو فلوريسانس لكن هنا بندور على الانتي بودي سواء اي جي جي او اي جي ام اجينست البكتيريا. في حاجه اسمها فيك تايبنج ودي بتكون خاصه بس ايه بالستاف كده. هنشوف نعمل تريتمنت ازاي. في البدايه خالص كان بيدوا بنسلين للبكتيريا الاستاف خدت ريزيستنت. طبعا كلنا عارفين يعني ايه ريزيستنت مقاومه البكتيريا لما بتقاوم الانتيبيوتيك. عشان كده حاليا بنقول انه المصيبه الكبرى انه الناس بتوصف لنفسها المضادات الحيويه بدون رجوع للطبيب او حتى في اطباق اصلا تلاقيها بتوصف مضادات حيويه كده وخلاص. تمام. البكتيريا بدات تاخد مقاومه للمضادات الحيويه اللي احنا عمالين نوصف فيها وخلاص دي وبدا يبقى الوضع سيء طبعا بالنسبه للمضادات الحيويه دلوقتي. بدات الشركات او الادويه تطلع مضادات اقوى وتحاول انها تكتشف مضادات حيويه ثاني. ده اول مضاد حيوي واكيد كلكم عارفين قصه اكتشاف البنسلين. بعد كده لما اخذت البكتيريا المقاومه بدانا نديهم حاجه اسمها ميزيسيلين والاوريوس برضو عملت مقاومه للميزيسيلين فسميناها حاجه اسمها مرسى لما كنا بنعالجها. ثم بدانا نستخدم الفانكومايسين خدت منه المقاومه برضو سميناها البكتيريا نفسها كان اسمها فارسا. واخيرا كنا بدانا نستخدم الازيتروميسين للاستاف اوريوس. تمام. عايزكم تعرفوا نقطتين اخرين عن الدرس بتاعنا النهارده. السابروفيتيكوس بتعمل يو تي اي يورينري تراكت انفكشن. الابيديرميدس من اكتر البكتيريا اللي بتعمل نيونيتال سيبسيس وممكن تعمل في الاطفال سبيشال يعني اندوكاردايتس او مينينجايتس او نيومونيا. تمام. طيب كده ايه كده ده الجزء الخاص بالشرح. هنلاقي هنا انه في الاسئله بتاعت البكتيريا جزء بسيط جدا عن الاستاف اللي هو تقريبا ثلاث اسئله او حاجه كده يعني حاجه بسيطه. بنقول انه الاكزامينشن لمريض كان عنده بوستيولار سكين ليجن وبالتالي فاهمين يعني ايه بوستيول. ها بوستيول دي اهو بصوا كده الفرق ما بين الاستاف والستريبتو. شوفوا كده الصوره دي كده شايفين هنا الاستاف بتكون مالها خالدين كلاستر. يعني ايه كلاستر؟ عناقيد. تمام. لكن هنا الستريبتو تشينز يعني تشينز سلسله كده يعني يمشي كده ورا بعضه لكن ده يعمل كده عباره عن كلاستر او عناقيد البكتيريا العنقوديه.
فالمهم هنا الباستيول هي نفس فكره الابسس. الباستيول بتكون جزء كده بس اصغر من الابسس كده، بيكون طالع فوق السكين كده لفوق، بيكون عباره عن صديد برضو متجمع في نقطه كده، بتعمله برضو الستاف اوريوس. Allow to isolate the causative agent، يعني لما خدنا عينه كده من الباستيول اللي طلع في السكين ده، لقينا انه في البلد، على البلد اجار راوندش يلو ميدل سايزد كولونيز سراوندد باي هيمولوزيس زون، يعني بيعمل الهيموليزيس، فدي غالبا الاوريوس لان الثانيه كنا بنقول جاما او نو هيموليزيس، تمام؟ لما اخذنا السمير من الكولونيز دي فيها الريجولار شيب كلاستر، الريجولار شيب كلاستر، حد عنده اعتراض لحد دلوقتي؟ اهو الريجولار شيب كلاستر جرام بوزيتيف كوكاي. بيتهيألي مش محتاج ان انت تكمل الا علشان تفرج لي كمان، يعني كمان ممكن هنا الهيموليزيس تحكم لي ان هي اوريوس، بس لو كملت السؤال هتلاقي انه بيقول لك ايه، الكلاستر ده كاتاليز بوزيتيف ولكن كمان بيعمل سينتيزيس لحاجه اسمها بلازموكوابوليز، وده بلازموكوابوليز بيساوي عندي حاجه اسمها بوزيتيف كوابوليز، تمام؟ مين البكتيريا اللي اتكلمنا عنها من شويه، بوزيتيف كوابوليز وكلاستر ان شيب وكاتاليز بوزيتيف الاسم الثاني ليها، ماشي؟ وبتعمل حاجه اسمها ابسس او باستيولار سكين ليجن او صديد على السكين عموما يعني، تمام؟ ومعلومه ليكم، البكتيريا عموما او خصوصا الستاف دي بتحب الجسم السكري جدا، تلاقي دايما اكتر ناس بيجي لها الابسس او الخراجات دي مين؟ الناس اللي عندها الديابيتس او اللي عندها السكر، او الناس اللي بتحب تاكل الشوكليت كتير او الحلويات يعني، تمام؟ فدي عباره عن الستاف اوريوس، الستاف اوريوس. ممكن تسالي يا دكتور من فضلك؟ ها تفضل يا همزه. بس الستاف اوريوس بتحب الجسم السكري عشان هي بقى بتفيد وبتعمل فرمنتيشن للجلوكوز وكده، عشان هي بتستخدم الجلوكوز، ولا ممكن ايه السبب؟ يعني خلينا نقول ان الفرمنتيشن ده كاختبار معملي، لكن هي بتحب السكر، البكتيريا اصلا نفسها بتحب السكر، المكان اللي فيه السكر الكتير او اللي هو الجلوكوز الكتير، لكن كفرمنتيشن او كده ده اختبار، ده لابوراتوري، ده لابوراتوري تيست احنا بنعمله. تمام. هنا نفس الفكره، مش هنعيد السؤال طبعا، هنقراه سريعا بس. بورولانت ابسس، بورولانت ابسس فورايد موجود في النك، اناليزيز لقينا الكالتشر هي عباره عن جرام بوزيتيف كوكاي ويز بلازمو كوابوليز اكتيفيتي، تمام؟ فدي عباره عن استافيلو كوكاس اوريوس، ماشي؟ دي عباره عن يعني هنا بس الفيك تايبنج اللي قلت لكم ده بيكون سبيسيفيك كده، سبيسيفيك تيست للستاف، تمام؟ ده عبارة عن ايه؟ عبارة ان انا بجيب بليت كده، بنجيب بليت والبليت ده بنقسمه، بنقسمه علشان نفحص بس وجود الستاف اوريوس، تمام؟ فهو عموما يعني هو قال لي هنا انه التست ذات نفسه او البيولوجيكال اكزامينيشن لقينا الاوريوس الاوريوكوكوس، فايه الاكزامينيشن اللي احنا هنعمله عشان نحدد السورس اوف ذيس كوزاتيف ايجنت او نتاكد من وجود الستاف اوريوس؟ دي حاجه اسمها فاجو تايبنج، تمام؟ الفاجو تايبنج هي حاجه بنحدد بها سورس اوف انفكشن او وجود او نتاكد من وجود الستاف اوريوس. الفكره كلها انه على البليت بتاعي هيتكون حاجه اسمها ايه؟ هيتكون حاجه اسمها اللي هي الفورميشن اوف بليك كده على الطبق بتاعي هتتكون، وده بيأكد ايه؟ بيأكد وجود عندي الستاف اوريوس، تمام؟ كده احنا